يقول السائل: ما حكم صبغ الشعر للمرأة بالألوان المختلفة؟ الشعر إذا كان فيه شيب أو فيه تشويه فإنه يغير بما يزيل الشيب أو يزيل لون الشيب ويزيل لون التشويه، ويكون بغير السواد الخالص، يغير بغير السواد الخالص. أما إذا كان الشعر ليس فيه شيب وليس فيه تشويه وإنما هو شعر جميل بخلقته، فهذا يترك على ما هو عليه ولا يغير إلى لون آخر. نعم.